كنرحبوا بهذا العرس اللي هو عرس غيكون ان شاء الله غيرجع بالخيرات على جماعه ديال بدوزه. من هذا المنبر هذا فيصل الزرهوني رئيس جامعه بدوزه كنشكروا السيد العامل لان هذا المشروع لولا هو والمدير ديال الاراضيس ما كانش يخرج للوجود، لان هذا مشروع مهم، لان اول جماعه في جامعه القرويه اللي غتشوف لاسينيزمو. والحمد لله هذا المشروع خرج للوجود مجهودات جباره، وحنا من هذا المنبر كنشكروا حتى الصحافه ولهاد المنابر، لان هاد المنابر حتى هي الضغوطات ديالها والاعلام ديالها خرج هذا الوجود، خرج هذا المشروع للوجود وزرب به باش خرج الان غتعطينا الانطلاقه ديال هاد الاشغال. وشكرا. راه ما غنضرش انا بزاف كل سيدي اذا خدم شويه حيد ليسونسييل غتبس اللي فوت سيف ان شاء الله تيكونتيني ان شاء الله. لكن في التايمينغ ديال هذا خصني نكون تبقي مزيان مزيان واحد المحطه المعالجه. هذا مشروع جد مهم لان تقريبا التكلفه ديالو راه واحد 7 مليار و 800 تقريبا 5 مليار، فيها الشبكه ديال تطهير السائل، تجهيز كافه المركز تطهير السائل 21 كيلومتر ديال القنوات، فيها واحد المحطه ديال الضغط ستاسيون بومباج، لان كتشوفوا لا توبوغرافي ديال المدينه لزمات عليها يكون هذا ستاسيون بومباج. ومن بعد هذه المياه كلها غتمشي لمحطه المعالجه، ومعالجه يعني افونسي زايده، معالجه توصل للثلاثي يعني ان تريتمون تيرسيير اللي غيكمل ذاك الصبيب اللي غيتم المعالجه ديالو، يمكن اعاده الاستعمال ديالو في اي استعمال. لو تقريبا تيتقدر كيتعرف الجميع انه هذه مركز بدوزه هو مركز اصطياف بامتياز، ففي الايامات العاديه عندنا واحد الصبيب ديال 110 متر كيوب في النهار، يعني 110 الف فيترو في النهار، وفي الصيف 220 الف فيترو في النهار. هاد المياه العادمه اللي كانت يمكن كتمشي غير للبحر وكتلوثو، لا غتولي تعالج كي قلت تريتمون تيرسيير، معالجه تامه، ويمكن اعاده الاستعمال ديالها في عده استعمالات، اما لاغوزاج ديال سباس فيغ ولا اي حاجه. هذيك الساعات هذا تيدخل في هذا البرنامج الهام، تيدخل في اطار البنام، البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج، واللي غيعطي له انطلاقه ان شاء الله السي العام بعد قليل. كنذكر في الاخير ان هذا المشروع غادي يوفر تقريبا واحد 26,000 اوم جور ديال فرصة عمل، يعني على مدى 20 شهر تقريبا واحد 40 فرصة شغل يوميا.